سيداتي سادتي، انتباه من فضلكم، هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح، المرجو عدم استعمال لغة الخشب. شكرا على تفهمكم. وعلى بركة الله مرة أخرى، بدون لغة خشب دائما، بدون مواد حافظة، بدون لغة خشب كما العادة. أنا كنسول شنو بغيت وكيف بغيت، الضيف كيجاوب شنو بغى وكيف بغى، المهم أنه كيجاوب بدون لغة خشب. وفي حالة لسان ديالو تخشب غرفة الفار كدير خدمتها. ولكن اليوم هاد التقديم ما جيش مع الضيف، كان خاصني نبدل ستيل، حاولت وما عرفتش. بدون لغة خشب هذا اليوم طه فحسي، ما عرفتوش. طه الجراندي طو طو طه اطاشي ماجيسكو. شكرا لانك معنا اليوم بدون لغه خشب. صافي بليزير. لاباس؟ بخير. هاني؟ عيان صراحه، مي ترونكيل. الحمد لله. البال مرتاح. كان خصني نقول لك يتوب برو. جبرو جدنا الصاد، فهمني عشيري، فهمني عشيري. ولكن انا نتفاهم، لا لا انت رابط معاك، ما كاينش المشكل. لا لا المهم انا غنحاول نهبط شويه، انت غتحاول تطلع شويه باش نخرجوا جوست الميليو، نخرجوا الميزان. هو هذا هو طه. ملي كيجي عندي شي ضيف كنقول يا ربي ما يهضرش لغه الخشب، ولكن معاك انت طوطو او طه كنقول يا ربي دير شويه ديال لغه الخشب، حيت لغه الخشب الا ما استعملتيهاش انت غتسد لينا هذا البرنامج. ولها كتصيفط ليا شي انذار وجمهور الانذار غيكون هذاك، راه غير جبتيني في سبورت غيكون اكل الانذار. لا حيت جبتك ما غيكونش الانذار. الحمد لله. اش غتقول هو المشكل، ولكن غادي نساويو الوتره. طوطو ماشي هو طه، وطه ماشي هو طوطو. واقيلا ياك ها تقدر. كيفاش تقدر؟ واش طه هو طوطو ولا لا؟ نقدروا نقولوا بلي طه ما بقاش هو طوطو. طه ما بقاش هو طوطو. انا اليوم معول على طه يحكم شويه في طوطو، يدير لي شويه عقله، ونقول لك من بعد علاش. فراسك هاد الحلقة راه كاين اللي غيسمعها بربعة الودنين، يتفرج فيها بربعة ديال العينين، كاين اللي كيتسنى ويسمعها بجوج عقول، خصها يفهموها بجوج عقول، خصها يفهموها بجوج عقول ويديروا معاها مزيان. هادي نويطة ديال الراب، خصهم يفهموها بجوج عقول. كاين اللي كيتسناك في الدورة طوطو. على كل حال من الاخر بلبلتيها باللغة ديال الراب، ومازال كتخرج في عينيك واخا داير النظاظر. انا معايا النظاظر الله مخرج عيني كاع، انا حاضر وانا عارف لان الاحترام معاك. بعد ماشي شوف عرفتي شي 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 دارني الموتشي من اللي وقع، ما بحال هكا سا ما ديباسي، مش با كبر عليا الفينا، مي اون بليس ما سبوز كو كاينين شي مشاكل اخرين اللي كان خصهم يتهضر عليهم دابا بعد الضجة، ويتجبدوا بتات في البرلمان ماشي طوطو في البرلمان. دابا شنو المشكل اللي درت؟ شنو هو انا لاغوبخوش ديالي؟ لاغوبخوش ديالي انا شنو؟ خسرت الهضرة ياك؟ اييه بتات كو ما هضرتش بشي طريقة. انا فهمتي راه حتى انا عفوي ما كنبقاش كتحسبهاش بزاف. انا غنمشيو دقه دقه طوطو هاد النهار، وغنتكلمو بشويه ديال العقل، وانا كبر منك غتسمع ليا شويه الهضره اليوم. يا ودي اللي فاسك بليله فاسك بحيله. الله يرحم لك الوالدين، مبلي الله يعفو عليك. عفو وما كان انسيت شي واحد يتبلى، خصك تكون مع مبلي الله يعفو، خصك تكون مع هاد بنادم ما فهمش وين. نرجع للكونفرنس اللي جبدت الصداع. ايه اللي ما كنتش باغي ندير. ما كنتيش باغي ندير الصداع ولا ما كنتيش باغي ندير لا كونفيرونس؟ باغي ندير كونفيرونس كاع. علاش؟ علاش انا نوقف قدام ميديا اللي عارفه في الاخر ما يسولنيش على خدمتي وموسيقتي وبروجيات اللي جايين؟ شنو بغيتي تلصقها في الميديا؟ سولوك واش كدير داك الشيء ويعفو عليك؟ ماشي لصقها في الميديا،
باسكو ميديا فهمتي هذاك لا ما نسميوهم ولا نسميش ديك الميديا ما نسميش ديك الميديا صحفي دار خدمته سولك فاش ملغى الجواب ديالك يا طوطو سوف حنا اوني با دون ان كادر اللي تسولني انا فاش ما بغيتش حنا في كادر ديال الايفينمون حنا جايين بغينا نغنيو ما جايش باغي نهضر لك على الكمايا ولا على القرقوبي ولا الزق ولا ما عرفتش علاش نهضر لك عليه فهمتي على سميات انتوما عندكم اخويا اش دير الله يعفو مره اخرى الله يعفو مره اخرى سولوك على ماشي غير جاو وسولوك حيت عرفوا طوطو تشهر ملي كيخرج في لي ريزو سوسيو ديالو كيفوح علينا بالبليه الله يسمح ليه وكيضر لينا بوليداتنا اللي كيتبعوه ما كنفوحش ما كتفوحش لا ماشي فوحان هذاك ما كنخبيش كاين فرق ما بين ما تخبيش وتفوح على بنادم كنخبيش الحاجه اللي فهمتي شي حاجه فيا الكمايه فيا ما غنخبيهاش فهمتي صافي با دير كنبين لي بيان ديالي اغوش ادغوات كنبين انا عندي طوموبيل عندي دار انا عندي دار لي عندي فهمتي ما كان ولكن حاجه خايبه وسط البوبليك عمرو ما عرفتش انا بعدا ما عمرني ما حسيتش براسي زعما كنفوح بشي لعيبه زعما فهمتي ولكن خايب كنفوح بلي سكور ديالي اللي كندير بموسيقى اها كنفتح كن كن كنفوح ب ب ب نيميرو 1 طوندونس كنبقى شاد شهر كنفوح بنيميرو 1 هذيك شي نفوح نورمال مي حاجه اخرى ولكن راه حيت شافوك وكيشوفوك دائما بلي فيديو لي فوتو ديالك فيك ديك البليه ايه داكشي علاش سولوك دابا بيناتنا اللي وقع وقع ما غلطيش بداك الجواب يا طوطو بتيت كو انا كنقول فهمتي عاوتاني ان كونفلي كاين واحد الكونفلي عندك ام عندك كاين واحد الكونفلي شويه في شكل الكونفلي ممتاز ديجا حتى الهضره قلت الهضره ديال لي جينيراسيون ما كيتفهموش بعضياتهم ماما جينيراسيون قديمه ما غاتفهمنيش انا اش غنقول كيف ما انا ما نفهمش بتات جينيراسيون كبر مني شنو غايقول ما فهمش دونك انايا الدراري اللي قدي ولا كبر مني بشويه بنادم صحافي بنادم في كاع لي بوست اللي تقدر تخير قال لي زعما راه سي با لا فان دو موند داكشي اللي درتي سي با لا فان دو موند واخا كاين تطور المغرب انا بدات شوف انا 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 بيرسونيلمون سي جو دو ميكسكوزي زعما غيرمون زعما نطلب سماحه بدات من العيالات اللي كانوا حاضرين العيالات الكبار اللي كانوا حاضرين نطلب سماحه من المغاربه كاملين اللي ضرهم الحال حيت كاين اللي ما ضروش الحال كاين اللي عجبو هكاك بالنسبة ليه 60 دراه بواحد ولكن راعي للناس ولكن راه ماشي انا هو السونتر ديال بحال ما كتقول راعي الناس بحال انا هو بحال انا هو دابا الكونفلي دي جينيراسيون هو واش فهمتي بحال انا هو المشكل ديال الجينيراسيون كامل بحال انا هو اللي كنجيب الفانيد انا هو اللي كن انا ما عندي جيرانات كنبيع فيهم ما فهمتش زعما علاش كنقول كبر الفيلم بزاف حيت الفيلم كامل داير عليا انا لوغك هضرت بكل طراق هذا هو المشكل الوحيد اللي كان زعما لا ما كانش لا ليبرتي ديكسبريسيون شنو لا ليبرتي ديكسبريسيون حريه التعبير طوطو كتوقف في شي بلايص وعاوتاني لي ميديا عارفين اللي كيدايرين فهمتي عارفين انا كيدير عارفين اني 26 عام باقي صغير باقي يطيش ما قلبوا عليك زعما هو داك ما بغيتش نجوستيفي شنو كنت كندير داك النهار قبل ما نمشي و داك لا غتقول لنا اش درتي قبل ما تمشي لا كونفيرونس وعاد غنقول لك علاش ديك الهضره في لاسين اللي بروفوكات عباد الله اطوطو دابا نقول لك شنو كنت كندير قبل ما لا كونفيرونس زعما قول لي اش درتي داك النهار انا كنتخيل طوطو شي يكون دار قبل لا كونفيرونس داك النهار يكون دار شي حاجه ما هياش ماشي كاع اش درتي داك النهار جمعه في مقبار نهار الجمعة جيتي للمقبرة لا صليت الجمعة ومن بعد المقبرة صليتي الجمعة كتصليها طوطو طوطو صلى الجمعة تقدر تجيك بيزار وراه كلشي غاتجيهم بيزار ما جاتكش بيزار كريم جاتو شوية بيزار صليتي الجمعة ومشيتي للمقبرة صليتي الوالدة الله يرحمها
ومشيتي لا كونفيرونس من بعد لا كونفيرونس علاش مشيت ليها او فينال حيت باش نجيكنيش زعما علاش مشيت للكونفيرونس حيت با واش غنقول هاد اللعيبه وها قولوا ونشوفوا يا رب من الاخر جا جا من الاخر فهمتيني ليكيب داروا لي الطياره خصك دير كونفيرونس دير كونفيرونس غنقول لهم باغيش نهضر في كونفيرونس وهضرش مع الناس اللي مكلفين بالليفينمون قلت لهم ما باغيش ندير الكونفيرونس انا عارف اللي ما يديرش غيقولوا جو لا سومبا وشي في الكونفيرونس قلت لهم هادشي علاش ما بغيتش ندير الكونفيرونس جاي نهضر معاك وانت كتقول لي علاش رفيزو الكفيز جاي نهضر على موسيقى ولا الكونسير وفهمتي خرجوه في حوايج اخرين دابا والخلاصه تلقاو ورجعوا لها الوزير العدل شنو قال 170 الف واحد جات تفرج هذاك النهار مشات فرحانه السلام عليكم 170 الف واحد جاو تفرجوا ذاك النهار اللي محسوبه خلي لا غوطاسيون ولكن عرفتي شحال من مليون راه مقلق لا روطاسيون بلا روط شحال من مليون مقلق راه اللي مقلق راه سامع لا اللي مقلق غير سامع نقولها لك دابا بيني وبينك انا نعاود نقولها وكنقول زعما انا سي جو دو ميكسكوزي زعما اسمحوا لي انا نقولها هي ماشي انا نقولها غتقول لي شوف ها طوطو بصريح العباره واش ما ندمتيش خصوصا داكشي اللي قلتي في لاصحن لا ما ندمتش عليه كاع شنو داكشي اللي قلتي على قبل الوزاره لا والطريقه لا ما ندمتش عليها كاع هذيك لوغتي ولوغت الشباب كاملين كنكتبوش على ما هضرت لوغتك هذيك لوغتنا كاملين لوغت فهمتي حنا عاوتاني وغاش نقول المهم ديك فهمتي قلت الوزاره كدير خدمه ماشي عليها الخدمه تدير الخدمه مزيانه دابا هذه اللغه خصنا نعترفوا بها شي قلت لك كاين كونفلي ديال كاين الجينيراسيون بيناتهم ما كيتفاهموش فهمتي ايوا كاين لو كونفلي ولا لي كونفلي هادشي ما كيعنيش بانه واحد لا جينيراسيون غادي عاوتاني فهمتي شي جينيراسيون اخرى راه كنقول لك عاوتاني راه اول مره غنطلع في سين اول مره غنطلع في سويسي اللي سويسي كان شويه كومبا بيرسونيل عندي انايا طالع قدام داك البشر كامل الادرينالي بزاف د العيبات مشيني جات خرجات السلام عليكم صافي رفيق بوبكر دار خيب مني وباقي كيدوز التلفاز السلام عليكم وعليكم السلام ما بدلتش نشيد وطني ما قررت الديانة ما سبيت مثليين ما سبيت عيال ما درت شي حاجه غراف بالنسبه لداكشي اللي فريمون غراف راه نقول رفيق بوبكر قاس الدين باقي كيدوز التلفازة وكدوز تسول دابا غتسول بنادم غلط واعتذر داكشي علاش كنقول طوطو واش ممكن طوطو يقول لك اودي انا كنعتذر من الناس اللي ما عجبهم فوالا كنقول ماشي كنعتذر ماشي كنعتذر زعما على داكشي اللي قلت كنعتذر حيت ما فهمونيش حيت ما فهموكش ما كنعتذرش على داكشي اللي قلت حيت داكشي اللي قلت قد الناس اللي ما فهموش كاين واحد الناس فهموه ما حسيتيش الناس اللي حاضرين والعائلات وداك الشيء جينا ومن داك الشيء اللي سمعوا داك النهار زعما فهمتي زعما راه كنقول لك من راس الراس بنادم فهمتي بتد ديزون سيتي ان بيتي مومون ديزاغريابل يلا واش غادي نحاسبوا جوج دقائق على ساعه ديال الكونسير واش غنليميتيو كاع داك الشيء اللي قال دابا حيت كنبان بحال انا دابا اون فيت دابا اللي مرضني هو كنبان بحال انا ماشي مغربي ولا ما عرفتش انا ما عرفتش البوليزاريو ولا ما عرفتش كنبان لهم وحق ما عرفتش البوبليك ما عرفتش زعما ديك الدفه اللي كاين ما عرفتش كنبان لهم بحال انا ضد المغرب ولا ما عرفتش كل بلاد كنطلع فيها برا المغرب كنهز درابو المغرب هذه اول الناس طوطو راه مغربي ومغربي مريض بالبلاد كاع فهمتيني مي خصنا فهمتي راه ما كان راه عاوتاني فاش كنهضر ما كنهضرش على راسي كنهضر على لا جونيس كامله فهمتي دابا الناس اللي ما عجبهمش هادشي كنريبريزونتي فهمتي ما كنريبريزونتاش على راسي باش ماشي بوحدك انت بيان سور ماشي بوحدك جينيراسيون بوبليك شي فيلم كبر فيلم ما فيهش طوطو حتى يمشي يتنبك طوطو ما سوقناش طوطو في هاد ليستوار دابا الفيلم هو انه رابر اكس شي مدام الراب جبت في برلمان مورا بيك من غير بيك شكون هو الرابر اللي جبت في برلمان والله ما عقلتي انا ماشي بيبلي ماشي من البيبلي ديال الراب ميما ايوا
والمشكل ماشي في الراب هاتوتو صوف كل المشكل كيقول لك اذا بتوليتم في الستير ويلا كنتي غتخسر الهضره خسرها في واحد لونتوراج بيناتكم ويلا كنتي وما يمكنش طلع لاسين هز قرعه في الفرباط الا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي شي راه جبدوا لك فيديوهات قدام هاتوتو كان فين كنطلع فين كنطلع بالشراب يلا فين نحيد النظاره باش نتكونسونطر فين كنطلع بالشراب واش كان لا ولكن فين لا قول لي فين قول لي انت فين كنطلع في بواط بواط شنو غتلقى فيها اللوز والقرقاع تلقى فيها شراب بوان ما عرفتش كاين اللوز كاين اللوز والقرقاع حتى هو كاين ما كاين شراب فهمتيني زعما كاين كاين قطيعات ما كاين شراب زعما بواط ملي كتدخل كتلعب في بواط يعني داك الفيديو من بواط ماشي 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 مسان هذيك نهار عيد ميلادي في بواط وين المشكله هذه راه دراري راه دي مينور كيسمعوك كيشوفوك كياخذوك اكزامبل واش البيك ما سمعوش لي مينور والبيك ما بقاش كيخسر الهضره بزاف ولكن خسرها واش انا راه ما غنبقاش نخسر واحد الوقيته انا يمكن راه نولد ما غنبقاش نخسر الهضر راه شي اللي خص بنادم يفهم زعما راه ماشي راه باقي صغير انا راه باقي راه 26 عام دابا فهمت بابا ما فهمتش انا الا بشر عندي قلب راه درغني راكم داكشي ديالكم باش يلاه نتفاهموا فهمتي ما عرفتش والله زعما لا انا كنحاول غير نفهم انا الغيوان وغلطوا انت تفهمني انا الغيوان وغلطوا لا شي اللي قلتي اتوتو انا غلط غادي نقول لك شابو طوطو اعترفتي تبارك الله عليك الله يسخر لك انا قلت لك غلط انا سيدي قلت لك غلط واخا بطريقه اخرى باش نعرف واش نيت كتعترف بالغلط ولا كتنز عليا مازال غنشوفك في انستغرام هز داكشي دير عقلك اطوطو زعما جوانا زعما في انستا لا لا بركه نو غتعاود يسولوك على داكشي تقول لهم كاين لعيبه واش نقول لك علاش انا نقول لك علاش هادشي زعما وفينال غنبدلو ماشي الراي العام اللي خلاني نبدلو ماشي شي مشكل كاع عندي واحد الواليد كيف صباح كيعيط لي راه شفت قرايه شي طن خونا راه ما عرفتش غيوقع فهم كثر عليا شويه الدق من جهه شوف فهمتيني ديك اللعيبه ديال صافي غندير نكالي ولا صافي بغيت ترتاح ارتاح ما بقاو مبينو والو صافي سالم حتى انستغرام بقيت انا براسي ستوري بقيت كنديرهم فيه وراح يتملي كطلع دير ستوريات راه كتزبلها عاوتاني ها طوطو كتقول شي هضره كتجبد عليك الصداع على انستغرام اخر عندي فيه 20 واحد كندير فيه اللي بغيت ندير فيه وكنموت بالضحك وصافي النهار اللي كنبغي ندوي في انستغرام دابا ديالي راه كندوز فيه ايفينمون ولا كنجاوب شي واحد انتقدني غننتقدو والسلام عليكم ولكن دير بروم ولكن اللي انتقدك ما تجاوبوش بلغه عنيفه ما جاوبش بلغه عنيفه ماشي بلغة. الله يرضى عليك عندنا الملف في القضاء ما بغيناش ندخلو في التفاصيل ولكن انا دابا نخرج من الحياه ديالي نقول لك ما عجبتينيش اطوط كنعاودو نرجعو لنفس المشكل راه الناس الكبار ما كيفهموش الهضره ديالنا حنايا يقدر هو ما فهمنيش فهمتي يقدر نكون قلت شي حاجه في ستوري فهمها ك انا ما هددتش حد ما انا تقلبني بالك هاز السيف ولا شي حاجه ما فهمتش الزوال باش مول الاخرين ما جبتهمش معايا عندك جاي عندك جاي عندك بيو جاي عندك اليوم طبيعي فهمتي شنو نقول لك زعما حفيظه طوطو بدون ما تحفظ فهمتي والله الا شوف صراحه انا ما راه قلت لك زعما عندك كتعرف تكلاشي بالراب كلاشي لا بالراب لا شي تهديد انا اخر تهديد اللي كان زعما طوب ليفل ديال التهديد عندي انا هو خرج على الكلاش صافي اما مشي نقلب عليك كدا طب 2012 علينا داك الشيء برو فهمني برو برو يهربوا لي يا برو من العصبه برو جلسنا مع طوطو لينا برو دابا عاوتاني برو رمضاني برو رمضاني اعتذر طوطو والله الا شوف غير داك الشيء غير ضحك ونشاط والله الا زعما شوف حنا راه داك الشيء والله الا زعما ما كناخذوش كعنف كاع داك الشيء كامل داك الشيء وانا شوف هذوك ستوريات اللي درت واش خسرت الهضره لا ما خسرتيش الهضره ولكن درتي هضره قاصحه اه سما دابا كيف ما درنا معكم وحله خسرنا الهضره مشكل ما خسرناش الهضره مشكل خصنا نقطعوا لي كورد فوكال حنا بدون ما فهمتش لا ولكن راه كاين القانون اللي كيحكمنا واش في راسك بانه اللي كيستهلك شي ماده ما كنشربش بالستريس الله كنشربها بالعطش لا خذ راحتك اللي كيستهلك شي ماده بالعلالي راه خصو يتشد طوطو واش فراسك واحد النهار شدو ناس لانهم داروا واحد ماش كيسميوها باللغه ديالكم كيضحكوا مع بعضياتهم علاش كنكمي انا بعدا كاع يلا اصلا بلا خويا عاوتاني ماش كتكمي لا ما يعفو عليك الله يعفو عليك انا لا ضرني حاجه وحده كمي ما تكميش الله شغلك هذاك وما كان نسيتي حتى شي واحد يكمي
وراك يشوفوك اكزامبل طوطو ما تشوفنيش تشوفني اكزامبل في لا ريوسيت ديالي في لا ريوسيت كيفاش 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 من 0 ل 100 واخا ما وصلناش ل 100 مي بون كيفاش من هاد لي طاب لهاد لي طاب خذني اكزامبل في هادشي خذني اكزامبل في واحد غيش الدغيعات بسنانو حتى غيوصل داكشي اللي بغا ها فاش خذني اكزامبل تاخذيش اكزامبل كمايا في كيفاش كنهضر بابا يعني ماشي كديرها بالعاني انا هكا اش غندير والله ما تقبلوا عليا ما تقبلوش عليا راه بيل بوهالي ياك بوهالي هذيك بوهالي كيف راسك واخا كتخرج عينيك راه كتحشم راه قلت لك ديك المره وكنعاود نقولها لك والله العظيم الا غير غامق على المغاربه زعما بداك الهدات وداك الشيء انت هو دور عينيه ما كاين والله لا ادري خلي بلا نظاضره ادري واش مضباب الله راه حطيت الضاد ما شاء الله وصافي الموضوع كبير بغيتي ولا كرهتي يا طوط ولا في البرلمان ولا في الحكومه جزيره نكرهاتك الحكومه تبرات منك قلت لك حنا ما شغلناش في هادشي اش مشغول مشغولهمش والناطق الرسمي هادشي اللي قالها طوطو ما مالي ما شغلوش حيت ما شغلوش واش بينك وبين الوزير كدافع عليه بزاف زعما حتى لهالدرجه عندنا المهدي بن سعيد في هاد البلاد حيت كنعاود ناكد على ديك الهضره اللي قلت سيرسان اترجمها عافاك بلغه الخبر انا كنهضر عليا راه نهضر عليا بوحدي نهضر علي انا كنت في نهضر على الكراندي طوطو عاد بلا ما نهضر على روابا اخرين كل واحد يقول داكشي اللي بغا ما نهضرش على روابا نهضر على ليزارتيست هي بديت في 2017 في اواخر 2016 شحال من وزير ثقافه داز من 2016 حتى لدابا غادي يكونوا واقيلا ثلاثه مهدي بن سعيد هو الوحيد اللي جاني من عنده ابيل فاش لقيت مشكل في الفيزا مع ماس وكانوا عندي مشاكل اخرين في الفيزا قبل مع الوزارات اللي كانوا قبل مع عمرك خديتي بطاقة الفنان وقيل نهار بنهار خديتي بطاقة الفنان السلام عليكم صابا هاك بطاقة الفنان دونك انت ارتيست باعتراف الوزارة بيان سور راه كاين اللي قال لك هذاك ماشي فن لا انا فنان انا قال لهم سي من زايد نيش مهدي قالها قال لهم اي فن عنده جمهور خصو سيبور الراب عنده جمهور بغاوه صحاب البوب ولا ما بغاوهاش بغا عبد الوهاب الدكاري وما بغاهاش بغا سعد المجرد ولا ما بغاهاش بغا الغاني ولا ما بغاهاش الرمضاني ولا ما بغاهاش اللي المهم اللي ما بغاهاش بغيتو ولا كرهتو الراب كاين الراب هو اللي كاين دابا كاين الراب دابا هي وضربوا لينا في التوابيت ديالنا وحنا مجتمع محافظ ما كنبغيوش تخسر الهضره كنخسروا الهضره مع بعضياتنا طوطو ولكن ماشي في لاسين اطوطو دابا عرفتي انا كون جيت نترجم هادشي اللي باغي نقول باللغه راه اخرى دابا دوك الناس دابا دوك الناس اللي جاو تفرجوا في داك الكونسير حتى واحد فيهم ما كان كيعرفني اذا ما عارفين كي داير ما عارفينيش ما عارفين شكون كي داير طوطو دابا يجي واحد مشي ماك بعيد انت ما كتعرفنيش ياك يجي عندك ولدك يقول لك بابا بغيت نمشي نتفرج في طوطو دخل ما دير ما تبارك طوطو غطابي في يوتيوب طابي في يوتيوب اول حاجه جبرك نبارك انا شاد جوان بعد هذه هي الاخر كليب مهم حيدتي الكليب باش تمشي تقلب في السطوريات ديالي غتشوفني انا كي داير وكي كنهضر وغتشوف داك الشيء كامل ديتيني ديتي ولدك في الاخر الكونسير وخسرت الهضره شحال من انت مسؤوليه تعرفتيني كي داير قبل ما دير ولدك الكونسير ولا ما كنتيش عارفني كي داير قبل ما دير ولدك الكونسير واجب عليك تعرف شكون طالع سور سين خصك تعرف شكون طالع حيت انا ما غاديش نتسونسور ما غاديش نحرم انايا واحد الطريقه انا كنرضي ب 20 انا نمشيو للبولفار 20 ما بين 20 حتى 30 الف البشر كنرضيهم بديك الهضره ما غنتكالماش ماشي حيت كاين 100000 واحد غنتكالم نقنع 30000 واحد ديك الطريقه غنقنع 100000 واحد ديك الطريقه و 200000 ويا غادي اجي فكرتيني روابا ما دافعوش عليك بعدا كاين اللي دواو لا كاين اللي دواو واش هادي حرب ضدك ولا ضد الراب شوف دعوا ثاني دابا الدراري روابا اللي ما دواوش ولا عيباش كاين اللي خايف فهمتي جو بو كومبروندر
كاين اللي واخدها ضدي ما دواش ضدي اللي كيقول لك اللي هو حمار زعما في في القضيه هذه لا زعما صراحه نقول رانيش زعما اللي ما دواش اللي ما دواش عندهم معايا لا دابا كندو مع جينيراسيون ديالي غير فهموني لا حمار ماشي معيوره الهاكا راه كتقيدها ما عندهاش لا جينيراسيون قديمه الهاكا هذا الحمار حسبوها على لا جينيراسيون الجديده اللي هي كيما هذه لا حول ولا قوه الا بالله حيت كيف ما قلت لك قبيله علاش حيت الفيلم كبير على طوط فيلم ماشي ماشي طوط زعما الراب تطون رابور نيميرو 1 دابا نيميرو 1 زعما هي النمبر 1 ويلي كتقولها ودابا مخرج عينيك نيت بصح ماشي ما الارقام كتهضر بوبليك كيهضر لاسين كتهضر تيق في راسك بزاف اطوطو والله ما تيق في راسي راه تيق بزاف في راسك هي اللي تقدر تخرج عليك انا بعدا والله ما بغيت لك شي تهريسات خايبه في الباركور ديالك انا تيق في موسيقى شي بوحدها انا هذيك هي اللي ما نحيدش فيها كاع غرام الشك هي اللي عندي تيق في موسيقتك موسيقتك غادا معاك مزيان وغادي معاها مزيان الحمد لله ندخل شويه للعاق شحال تساوي في السوق طوطو هاد الايام بحال هاش ما عرفتش ملي غتمشي دير طلع في لاسين في شي بلاصه برا ولا لداخل شحال تساوي برا برا البلاد شوفوا شنيت نمبر وان ولا غا نمبر صد الارقام شنو استاد الارقام باللغه ديال دابا اشرحوا لي الدراري صرف لي يا اخو استاد الارقام ابتداء من المهم غادي تاكد المهم 06 60 المهم ابتداء من زعما سومتك غاليه عشان عندي اكيب عشان داك الفلوس ما كناخذهاش بوحدي فهمت ولكن فراسك كيقول واحد المثال حنا القدام بعدا بغيت نصحح واحد القضيه قول لي سمعت خديت 100 مليون نهار الرباط اي شحال خديتي ما نقول شحال خديت ولكن راه بيمك ما خديتش 100 مليون كون بانش فيه باش تبان فيه كون عاودتي لا كونفيرونس كون دخل لنا دخل شنو 100 مليون ما يسولونا نقول لهم بحال هكا نقول لهم هادي حتى هو معاك ولا عطاوك داكشي اللي كتستاهل وتستحق باللغه ديالك طلبت داكشي اللي خصني نطلب و تبارك الله وجاب الله التيسير ابخي سي ميريتي قلت لك تيق براسك لا سي ميريتي حاجه عرقت عرقت نوض ترافاي ميريت صالير لا شو ترافاي ميريت صالير زعما طلعت عرقت ساعتين قبل العارك ضرب فيا الشمس كنريبيتي جايب مناجر من بلجيكا جايب شور مناجر من بلجيكا مونيمبيك فهمتيني خدام بنادم كاين فهمتي كاين الدراري هما اللور هنايا كاين الدراري هذا كيجي كيفيرمي كاين الاخر اللي كيقعد معاك لاسين ما خدامش غير بوحدك مشروع الناس وشوف دابا مع الفلوس ومع الشهرة مع نمبر وان كيف سميتي راسك إلا درتيها عقلك غتكون مزيانة الله غادي الله يصوب زعما صراحة والله إلا كنهضر معاك نيشان زعما حيت ما شوف ماشي ما شتي هاد ليماج هادي اللي خرجت عليا ديال فهمتي دابا باش نكون باندا ما بين لي بارتي بوليتيك داكشي ما عندي غيان فهمتي أنا ماشي كاع في هادشي فهمتي البلان غيدخلوك شي حاجة كبيرة وأنت ما عندك علاقة بها فهمتي أون فوا بوغ أون فوا كوزير دار خدم شوفري هنا وصفر فلوس ما هنا وقفات بالنسبه لك باوي سي كو فريمون كاين مشكل اخر هذاك كاين غنشد عندك الرمضان غير يسحقك الا تشديتي انت راه غيعجبو من الحيط تخاف تشد انا طوطو لا قول لي بعدا دابا سالات لا سين الرباط سالات لا كونفيرونس الرباط طلعنا البولفار ماشي انت السبب ديال داكشي اللي وقع في البولفار طوطو هي جيتي لي يا عباد الله وقول لي دابا عاوتاني اش وقع في البولفار غتعاود لي دقه دقه الله يرحم لك الوالدين البولفار بعدا خصك تعرف بلي انا براسي لقيت صعوبه باش ندخل كي درتي ليها صدير كنت ثلاثه سوايع وانا برا كنت ضرب فول خوا جاو يشوفوك كانت 30 الف لداخل 60 الف برا ها انت دخلتي اوكي ما كاينش غير بوحدي ذاك النهار راه كاين مورفين وكاين موتشو كاين دوليبران بوحدو معمر
جمعة الدويات لك النار موفي الله لا جمعة الدويات سي فري يا رابور يصاب المورفين اه فارماسيان يا رابور يصاب المورفين يا صاب الدوليبران لي دو سون مونتي ميم جور روين فهمتي ودرتوا لينا حنا جوج دقيقه خويا موت شو كيعمر بوحدو البولفار انا كنعمر بوحدي البولفار دوليبران كيعمر بوحدو البولفار لما بتلاشى بينا كنعمروا البولفار هذه المورفين عمرو ما طلع في البولفار سي ايفيدون كانت غتطلع شي لعيبه زعما انت كنتي في لاسين اش وقع واش ماشي انت اللي جيش يقول لك انت هيجتي عباد الله وراه قلت والله ما كنجيب شي حاجه من عندها طه اطوطو انا بعدا انا اصلا ما كملتش الكونسير ديالي ما كملتيش جات فيها حجر هبط جات فيها كره ديال البيسبول كره ديال الجولف هي باقا عندي تصويره كاع ايوا شتي عرفتي فين جاتني هنا عرفتي ما فهمتش عرفتي اخونا اللي شيره كينيش وكينيش ميمكنش فين هي ورينا خويا هاد الكرة هاديك هي اللي ضربت طوطو واش وقع وانت في لاسين اش شفتي اطوطو كيفاش تناضت وشكون اللي مسؤول من اللي ماشي انت ماشي انا وماشي البولفار وماشي البوبليك ديال البولفار وماشي البوليس ايوا انا برش عارف شكون المسؤول كانوا شوف جاو داك النهار شوف داك النهار وقع مشكل اون بريج دو سيكوريتي بلان كاين القاز من الحيوطه ما عندك يدير لهم اللي داخلك شنو هز معاه المهم داك النهار بصار داك النهار كاتاستروفيك عندنا كاملين انا هو الاول بعدا فهمتي افيناش اه المهم خرج باكي داك النهار من اول درجه بكيتي كاع حيت البولفار ما ماشي 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 كونسير عادي ماشي فيستيفال عادي وانا بديك الموجه كامله اللي كانت طاريه كتعرف بلي داكشي غيوقع كامل غنتحط انا في انا باين طوطو هو اللي داير داك الفيلم كامل بحال انا اللي بحال اللي كنفرق الفانيت في الدخل كان جا كنطيحك من الضايه دخل انت للتريبيون كتعصى دخل لي ما فهمتش فهمتي دونك انا داك النهار عرفت بلي الفيلم غيدور عليا انا وفينا بغيتها ولا كرهتها غدور عليا ما كتشوفش بانك شويه ديال المسؤوليه طوطو ما عنديش مسؤوليه علاش مش انا هو مولي فين وانت راه اللي كتجمع البيبليك طوطو وانت اللي كتاثر في البيبليك طوطو هادي خاص تكون لا ريسبونسابيلتي ديال ليفيرمون والسلطات وبزاف د اللعيبات دابا ندير والو ماشي لا ريسبونسابيلتي ديالي صافا داك السلطات ما داروش خدمتهم داروا اللي يقدروا داك النهار داك البيبليك داك الفيكشي فري كان البوليس داروا اللي يقدروا يديروا بالرجوع زعما بنادم كيبان لي كاتاكي البوليس هادي حيد بنادم خاصو يخوم راسو حيت انا شفت كلشي قدام عيني فهمتي بوليس داك النهار ما عنده ما يديرو فهمتي كلشي اللي عطى الله طيب ما اش غدير والحمد لله ملي وقفات عند الحد اللي سالات هكا ملي ما تحد الحمد لله هذاك هو الربح طوطو داك الكذوب بنادم كيخرج كيصيفط ليا تصويره ديال واحد مفرق عليه عين وهضروا على الاغتصاب دابا بيناتنا دابا نهضروا بيناتنا وجاوبني دابا واش واحد غيقدر يشد الريوي يتعرى ويتعصب وسط 30,000 البشر دابا بغيتي نلقي انت واخا يكون ماشي كل القرق واخا يكون هو كل ما عرفتش غيكون ما عرفتش اين دوي يكون واخد ما كايناش اخويا فهمتش يا يو بتات يا يو اتوشمون فورسيمون فهمتش وتا هاد اللعيبه هادي سي با ان تخوك اللي انا اللي كنجيري فهمتش دابا طوطو من غير هادشي اللي وقع لا في لاسين ولا اللي وقع في لا كونفيرونس ولا حسب ما فهمت انه قلت يا ريت لو كان مابقاش داكشي دار هاد لا جينيراسيون ديال الراب كيفاش نهضر واش نقلب تنصيغ السؤال لانه كنلقى راسي حاير واش نقولوا هادو دراري الله يهديهم ويرد بيهم راهم ضايعين ولا راه ولادنا هادو راه ما عندناش ديور الشباب ما عندنا راه بزاف د اللعيبات راه غنقولها هكا وسمح لي سونسور على القضيه خويا رضوان اسمحني القضيه وعاود سونسورها وسمح لي غنديروا شي طيط من بعد هادي راه اسمح لي يا برو كان راه القضيه ولكن هذه الكلمه اللي قلتي بلو سونس اللي قلتي في لاسين ولا عليها يلاه فوالا باش نبقى عليها لا ماشي بلو سونس ديال لاسين سونس اخر سونس الخيب دابا انت قلتي كتمثل واحد لا جينيراسيون كيسمعوا لك الناس
دراري كيعتبروك اكزامبل وبنات كيعتبروك اكزامبل. اش غنديروا مع هاد الدراري باش واش ما كنفهموهمش؟ اسمعوهم هضروا معاهم. كيفاش بابا الى تشبعتو با ديجا الى كان نفس البلان اللي كاين دابا في وزاره الثقافه في كاع الوزارات جونسك سو سري كول دون سونس وي فو غامني دي جون صافي مش عارف لهم صافي سلام كاينين مبلوكي فهمتي كاين بنادم اللي دابا في البرلمان في بزاف ديال مشى في البرلمان زعما في كاع لا بانك في كاع لي دومين كتلقى بنادم فهمتي هرب عليه تيران مي با لا شاد بلاصتو في الراب كاين فهمتي في الراب كاين هادشي زعما دير بنادم صافي طن وما باغيش بنادم يطلع وباغي يشد ولا ونادي فهمتي انا زعما انا دابا اللي كنقول لك انا نيميرو 1 ولا راه لو ترو ما بقاش نشد اون فيغ شي انا مقال ديما نيميرو 1 انا براسي غنمرض واحد اللقطه ما فهمتش انا غازيد فحالك الراب راه دغيا كيدوز اه كلشي كيدوز الحياه كامله دغيا كدوز بقى غير الراب ولكن طوطو انت ملي كتسمع ناس كيقول لك هادو سمحوا لي على العباره حتى اللي كيسمعوني سمحوا لي على هادو هذا الفن ديال الشمكاره واش سي لو كا لا واش البوبليك ديالك هو غير الناس اللي سي سي الكا با سي سي الكا الا كانوا الناس كيمكن كي كياخذونا حنا شمكاره انا نجاوبهم بحاجه واحده دوني نود لا ميرد اون اوفر دو لور دوني نود لا ميرد اون اوفر دو لور الا كنا كنبانو لكم حنا شمكاره لا شماكريه واللي بغيتي وفي الاخر غادي ان اكسيليو بالشمكاره مزيان هاد الهضره يا ايوا انت دابا غتولي تشجع الناس لا ماشي تشجع حيت بنادم ما فاهمش شنو هو الراب غير فاهم اه شنو هو الراب شنو هي ريثم اند بويتري بويتري سي لا بويزي لا بويزي سي ان اغوبا شعر فن ولا ماشي فن شعر فن سلام عليكم على طوطو كيدير الشعر شنو القضايا اللي غيخدم طوطو بالراب ديالو اه كندير الشعر ديسك ديالو كندير الشعر كندير الشعر الشعر الخاسر الشعر الشعر ديال دابا علاش بغيتو تصوروا لينا وليدات اليوم بحال شي حاجه ماشي ديالنا بحال ما فاهميناش بحال ما فاهمينهمش ولا وتنتوما فاش الوقيته فاش كنتو فاش كنتي جون الناس الكبار ما كانوش فاهمينكم لا واحد الناحيه ولكن ما كناش نخسروا الهضره في لسان ما كانش عندكم انترنت انترنت هرس بزاف د العيبات انترنت خلاك تشوف شنو واقع برا واش نخصنا نديرو والله الا بغيت هاد النقطه ديال لي جون والبوبليك ديال الراب انترنت خلاك تشوف باللي برا تقدر بالراب وبقا تخسر الهضره تعيش تعيش ولادك داركم ايكيب كري دي زامبلوا اه دابا بحال كتشجع الناس عاوتاني يا طوطو نشجعهم اه نشجعهم باش يديروا فلوس كري دي زيكيب كري دي زامبلوا صوفي دارهم صوفي اه نشجع اي واحد دابا كنبانو لكم قدامين حنا طوطو حنا كنبانو لكم جداد حنا باقيين مع اف سي باقي بميكسو والله العظيم دابا كنحاول والله الا شوف شي ماشي حتى قادي تقدام جداد سي سي خصنا نلقاو داك لو تيغان دون طون فهمتي دابا بحال شي قاعد الناس قدامكم كان عندهم مال خاطر اللي عندك وروحنا بخير بعدا فهمت ربنا ما عندوش الخاطر ما كيخرجش خمسة دقائق يريح يفهم شنو كاين انت بعدا امور قلت لي شنو هو الراب شرحت لك شنو هو خصني نفهم انا راه كنبغي نتمزك بعض المرات وكنسمع لشي حوايج حتى هما خاصني ما يعجبكش غير تعرف شنو هو تقدر ما يعجبكش غير اوموان تكون فاهم شناهو الراب ولكن راه المشكل فين وقع مع الراب طوطو هو الناس كيقول لك شوف احنا واحد الدوله واحد البلاد عندنا واحد الثقافه واحد العادات واحد التقاليد وواحد المجتمع نتوما ملي كتجيبوا هذا الراب بهذه الطريقه وكيفاش كتاكسبوزا بداك الشيء اللي خايب واللي قلتي ما نبقيتش غادي نبان به كنضربوه في البلاد طوطو كيفاش المجتمع ما كيقبلش هذا الشيء الراب تدون 15 20 طون تبدل ماشي تعال تبدل سير ما تبدل 5 سنين كاع 2017 2022 ما كانش كاع
كان امبوسيبل تطلع في السويس في 2017، ما كانش يمكن تطلع تسمع رابر مغربي في السويس. كتغني على لي جون شويه، ما كنسمعكش بزاف انا، كتحس بيهم والراب بحالي بحالهم، ماشي حيت صافي صافي درت العاقه وخي كيمل شي جي العاقه ماشي بلاد من بعيد كو صافي راه نمشي راه من بعد على علاش واقع فري فهمتي في السماء هذا نحس بهم واقع فهمت بيان سور يعني دراري صحابي باقيين في لاميرت كنتلاقاهم كل نهار. درك الحال هادشي اللي وقع طوطو تحقرتي زعما بهذا المنطق خلي دابا دوك لي انا فيت اللي 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 خلاني انا اللي قلت سي مالوغو سي كو بنادم خدا تيرمون ديفور باش يقلب على بلان خيبي اللي كندير وما خداش ميم با لو كار ديال لي فور باش يشوف الموسيقى اللي كندير ولا غير سمع اش كنقول ولا يشوف شنو درت فهمتي. ويمكن حيت انت ريبريزونتيت المغرب كنعاود نقول ريبريزونتيت المغرب شي قناش ما يمكنش وقدام شي عدد ديال الناس ما يمكنش بزاف تغبنتي واقيلا كنحس بيك مغبون وانت دغيا كتبكي يا طوطو عاوتاني والله والله شي فري ديرون جانا شي كامل اللي طاري اللعيبات تنمي بخيب ما كرهتيش الصفحه تطوها خلوا صفحه اخرين بقاو حاضرين يعني انا راه دري صغير وشاهد الكمايه اللي كان كمايه باش نصبر على راه ما ساهلاش تكون ارتيست في المغرب ما ساهلاش كاع 25 عام وقال لي والو نحقرك في الشيء والله قال لي والو فريمون ما ساهلاش فهمتيني ماشي بثيرابوت وكنمشي عندها كل ثلاث ولا كل الاربعه ونمشي ونهضر وبابا وساعه وتبقى تهضر وترونكيل وتمشي وفهمتي وصعيب فهمتي عرفتي يا طوطو كان ديتوندي انا بعدا كان سيمون وكاين طرق اخرى طوطو ماشي ضروري دير هذا الشيء جربت اخويا ما صدقوش لي انا طرق بدات واحد النهار طلع لي في راسي هاد الطريق غير ما تبانش بها واحد ما تبانش وما تشجعش الناس وعافاك قول للدراري ما تبانش فيها راه كيبانوك راه هذا هو المشكل سي كو راه ماشي انا والواحد اللي كيكمل حشيش المغرب عباد الله راه ماشي انا بوحدي اللي كنكمل ولكن راه ما كيبانوش في السطوريات وفي الزنقه فوت السطوريات ماشي هما طوطو ما كيجمعوش 200,000 واحد في البوبليك طوطو واش 200,000 واحد في البوبليك واش كاملين شافوني تلقاهم شاعلين الجوان هذاك النهار واش شحال واحد كيتمزك ليا طول ليل ونهار وما كيكميش شوف قول ليهم تمزكوا ليا وما ديروش بحال راه كنقول هادي عاود الله يرحم الوالدين وقلتها عندك كاع في ليبيزود اللي فات هاد ليبيزود قولها تمزكوا وما ديروش بحالي انا ماشي انا بغيت تاخذني اكزومبل خذني اكزومبل في لا ريوسيت ديالي كيفاش خدمت لا كارير ديالي كيفاش انا و فهمتي انا ودراغانوف و اصيل فهمتيني سيرتو هاد الدراري بثلاثة كيفاش تقدر نخدمو البوم بحال كاميليون فهمتيني يكون بلي نورم دي نورم انترناسيونال فهمتيني بلا ما نسو النوفو الدراري كاملين يخدمو في البوم بنادم يتكونسونطرا في هاد اللعيبات اللي فيا فهمتيني ما يحضينيش انا اش كنلبس ولا اش كنكمي ولا شي لعيبة فهمتي ما حيت ما 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 تربح معايا والو في داكشي كاين ما هو اهم من طوطو كاين مشاكل كبر من طوطو شي بغيتي تقول زعما كاين بزاف كاع شنو وكنبقى مغربي زعما راه كنبقى ولد البلاد ماشي كم ولدنا ماشي براني زعما انا ولدكم فهمتيني ما لقيناكش في شي في الحدود ولا شي حاجه عارف ولا فهمتيني كان ما نطبع شي باسبور اخر ولا ما فهمتش وديجا شي هاد اللعيبه ديال الباسبور شي بيزار جبنا هاد اللعيبه ما هاك ولا كنت تنجوج اها كان زوج العام اللي فات و ناض واحد المهم تفاسرات القضيه ما بقيتش غنجوز لعيبه صافي سلام علاش ولا ما وقع اللي وقع ما كملتش مزيان وقع اللي وقع ما تفهمناش ابخي وكان طار ليا دوك البلانات ديال كنت ديك الساعه كان خصني فيزا وما عنديش
وجا ريح معايا واحد الدري يقول لي برو كون صبرتي تاخد غير باسبور. ها ما عندكش في بالك تاخد باسبور من غير باسبور مغربي؟ قول لي يا طوطو مشي لطه دابا ماشي سير توقف معاك السيد نمبر 1 في الراب طبعا درتي العاقة مهم يسر عليك مولانا بيبليك موجود الحمد لله. ما كنتيش دير شي حاجة ترضي مهمتك الله يرحمها حسن من انه يعرفوك بالموبقات؟ خدام على واحد لاسوسياسيو غير ما بغيتش ايش جبت معك انت مهم خدام على اسوسياسيو انا اصلا الوالده زعما راضيه باش تشري كش كندير نيت الوالده مشات راضيه عليا انا صراحه الله يرحمها جات شوف اخر واحد كان عنده فيها المشكل ولا شي لعيبه ولا تخلعات عليه ولا شي لعيبه انا ابخي زعما بس انا عارف الموضوع كيقصحك تهضر فيه فيت فيك ولكن لا حيت كنبغي نفهمك يا طوطو ويمكن الناس مزيان يفهموك يا طوطو اش مقصحك؟ عندي ما كنسولك هذا السؤال وما كتقنعنيش بالجواب حيت بحال كاين بزاف مقصحين وما كاين ما لقاو اللي يسمع لهم انا صراحة ماما خصني بزاف لعيبه زعما ماشي غير شي لعيبات اللي بتات ما كنلقاش غاش راح نهضر عليهم هكا مع بنادم كنلقى راح شي نفسرهم في موسيقى شي فهمت كنهضر عليهم في موسيقى شي فاش كندخل الاستوديو كنصدر راسي كنهضر على داكشي اللي دارني فريمون كساسوا فيا في البلاد بنادم في اي لعيبه. والاسوسياسيون شنو ناوي دير فيها؟ سي بلوس بوغ لا لوت كونتر لو كونسير. واش دابا الا درتي هادي انا غنصفق لك اول واحد نقول لك برافو هذا هو الارتيست هذا هو ليكزومبل. ابخي جو لو في با بوغ اتخ ان اكزومبل. واش كدير؟ باسكي بور فيغ باسكي بور فيغ بون صدر وصافي. كتحس بان الارتيست عنده مسؤوليه مع بلادو؟ ولا غير يطلقها تسرح؟ المغربي الانسان عنده مسؤوليه مع بلاد بلاش ارتيست قبل كاع ما يكون ارتيست اي واحد عنده مسؤوليه مع بلاد بنادم اللي خدام في سيطة مسؤوليه هادي نتير ريسبير كاع الدراري اللي خدامين في زبل كذا زعما بارك الله عليهم بارك الله عليهم وتحيه كبيره بالرجول بومبيا دي زارتيست ميم بنادم ما فهمش راه ما تخيل العالم بلا موسيقى ولا بلا رسم ولا بلا تمثيل صعيب وكان شي غير رجعنا عاوتاني واش هذا فن ماشي فن وكاين اللي ما قابلكمش تكونوا هذا هو دابا خصك تدخل لي هذه لدماغك اللي ما قابلناش نكونوا عندهم مشكل في الفن ماشي فنان ما عندوش الفن هو ام كلثوم هو عبد الهادي بالخياط وهو هو عنده فن ليميتي عنده فن عربي بوان عنده فن كلاسيكي عربي كلاسيكي كيعرف الانسان كيعرف غير الفن كيختص غير في الفن العربي الكلاسيكي بوان هو ماشي ضروري يقدر يسمع تمام واخا الاجانب ولكن ماشي ضروري تسمع الاجانب ماشي ضروري تسمع ضروري واش تكون اوفير تكون اوفير تكون مفتوح على اي حاجه تسمع الاذواق لا تناقش زعما كتدافع على حقك بان الراب خصو يبقى في المغرب والله لا غيبقى في المغرب زعما شي الراب انا نمشي معاك بعيد باش تعرف زعما لاكوز ديال الراب ثاني شي يخرج قانون يقول لك ما يبقاش بنادم يرابي غدا يخرج 10 دولار بالماتش في دقه فهمتي زعما باش تفهم زعما الراب كي خدام زعما الراب ماشي غير في المغرب في العالم كامل زعما ضد جامايكا قال لك ما فهمتي قال لك سون انترديي فلانك ولا مارسنا وقال لك بنادم مي يشفر هذا غد لي يخرجوا ربعه ديال الكليبات فيهم كفر هذا بحال عمرو ما بانوا في جامايكا سي با كوم سا كي فو ريغلي الغاب فهمتي شنو لا غوسيت اللي خصنا نديرو باش بها نساليو هذا غير داز الوقت معك كطوط
ومازال ما فهمتش شحال من حاجه فيك. خاصنا مازال نشوفوا. لا قول لي هاد الكلمه الاخرى اللي قلتي بانه ماشي هكا غادي نحلوا المشكل. وكيفاش خصنا نحلوا المشكل؟ تسمع لي جون، تسمع الدراري، تشوف تمشي عندهم تشوف مالهمش باغين. دو على دربنا بنجدية الدراري ما عندهم مشكل ولا الدرب. عندناش دار شباب عندنا نور. دونك ماشي الحل هو نقولوا لهاد شي حشومة وعيب. الراب حاشاك كما كيقولوا شي وحدين. عمر المنع كان الحل. طوطو. واسمحوا لينا الناس اللي مع اللي بنا لهم شوية مصوف جين، مي فوالا هادي هي الطبيعة ديالنا. انا ما كان بغيش ندير فيلتر بهذا المعنى. كنقول داكشي اللي كنفكر فيه كيف ما كنفكر فيه. تقول لي علاش التلفازه ما كيخصهاش الهضره، علاش الراديو ما كيخصهاش، علاش بيبليك كيخصهاش الهضره، اون بيبليك كيخصهاش الهاكا، داروا الهاكا اون بيبليك نهضروا انا درون فهمتي. ولكن ما فيها باس شي ميساج للناس اللي تقلقوا؟ لا الناس اللي تقلقوا سمحوا لي الا ما فهم، سمحوا لي حيت ما فهمتونيش. انا نقول اكسكوزي مو حيت ما شي ديزولي حيت ما فهمتوش المقصود ديال داك الميساج اللي هو لا باس كان ميساج زعما لو فون ديالو اللي تي بوزيتيف سيتي باش نشكر وزاره الثقافه على كاع داكشي اللي كيديروا سورتو مسيو بن سعيد باش نشكرو على داكشي اللي كيدير، حيت انا اميزيو حتى شي وزير ديال الثقافه ما دار داكشي اللي دار داك الدري قبل. صافي سمحوا لي الا ما فهمتوش داكشي، الا ما سمحوا لي حيت ما فهمتوش. وكاين طوطو او بالله ونعاود نشوفك هز شي حاجه في انستغرام ولا في شي ستوري ولا شي حاجه عيط لي غنتخاصم معاك. لا صاحبي صاحبي لا صاحبي غنتقاطع معاك. لا صاحبي صاحبي والله هذا وعد. لا صاحبي كلمه صاحبي لا كلمه هلا والله لا على وجهك صاحبي. نشوف طوطو الموسيقى بغيتي دير شي سهره خاصه سادين عليكم مع بعضياتكم شغلكم هذا، تجي لي لشي مهرجان بتمويل ديال الفلوس ديال المغاربه وتقول شي حاجه من ديك الهضره هاطو باش باش تسمو الفلوس المغاربه هذه صعيبه تسمو الفلوس المغاربه. ايوا شنو هذاك وزاره الثقافه ولكن دابا تقول تخليني نقول شي حوايج عاوتاني باش انا واخد فلوس شاكيرا تقولوش لي السلام رفعت الجلسه اسمح لي ساعه القاضي الا داكشي الا داكشي وعده طوطو يتوب صافي لا صافي لا دوينا ولادنا الله يرضى عليك. مي في الكليبات غيبقى كليبات اللي مشى عندك في راسك بيناتهم ذاك الساعه اللي عنده شي كونيكسيون يحبسها على ولادو ما عندي ما ندير. السلام عليكم صافي تفاهمنا شي اللي كاين. غرفه الفار كاين شي خشب؟ ما كاين خشب كاين ناضي ياك الكسير ما في صافي. اش كيقولوا فاش باش تقولوا شكرا بالطريقه ديالكم؟ يتوب 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 طه يتوب يتوب برو يتوب برو. شكرا سامي عارف في اخراج الصوت كريم نيت. نرجع دابا داكشي القديم ديالي فهمتي دابا درت الكرافطه. شكرا كريم نيت سيف في اخراج الصوره، عبد الرحيم سابق اسماعيل روحي في التصوير. حواراتنا دائما بدون لغه خشب بدون مواد حافظه. اش بقى لنا برو؟ رفعت الجلسه اسمح لي سعد القادي